نحن اليوم سعيدين في إعلان النسخة الثالثة من قمة المليار متابع 2025. تم الإعلان عن تواريخ القمة اللي بتكون تاريخ 11 و12 و13 من شهر يناير 2025. طبعاً القمة تأتي تجسيداً لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه في ترسيخ دولة الإمارات كعاصمة للاقتصاد الرقمي، وأيضاً في بناء بيئة جاذبة لصناع المحتوى والموهوبين بحيث أن يشاركون خبراتهم مجالاتهم في مجال الإعلام على المستوى الإقليمي والعربي. اليوم تم الإعلان عن محور رئيسي للقمة وهو المحتوى الهادف. هذا المحور جدا مهم لنا لأن نحن نركز على المحتوى اللي هو لتأثير إيجابي، تأثير فعال في المجتمعات سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي. تم الإعلان عن أيضا جائزة تحت هذا المحور عشان نكرم فيها صناع المحتوى، نكرم فيها جهودهم في صناعة المحتوى الهادف. قيمة الجائزة $1,000,000 وإن شاء الله بيتم الإعلان عن تفاصيل الجائزة خلال الأسابيع القادمة. أيضا تم الإعلان عن سفراء القمة، عندنا السفير أحمد الغندور المعروف ببرنامجه الدحيح، مشاهداته توصل إلى مئات الملايين، محتوى جدا هادف تعليمي أكاديمي. وأيضا تم الإعلان عن سفراء جدد وإن شاء الله بيتم الإعلان عن سفراء آخرين. السفراء الجدد اللي تم إعلان عنهم هم أنصالة فاميلي اللي هم أو عائلة أنصالة أنس مروى وأصالة المالح، محتواهم محتوى عائلي تفاعلي، هم قدروا ينافسون اليوتيوبرز العالميين اللي موجودين في أمريكا ووصلوا برسائلهم للعالمية. وأيضا الإعلان الأخير يمكن احنا نسميه الون بليون بيتشز، هي فرصة دعم تمويلي ومالي وفرصة ممتازة لصناع المحتوى، للأشخاص اللي عندهم أفكار ريادية يبغون يطرحونها على مستثمرين، يبغون يطرحونها على خبراء في مجال الإعلام الجديد ويبغون يحققون أفكارهم، فهي فرصة يعرضون الفكرة وان سبوت، يعني إذا الفكرة مناسبة للمستثمر أو الخبير هذا ممكن يختارون الفكرة ويتم الدعم والتمويل المالي خلال القمة. والإعلان إعلان نتائج إن شاء الله بتكون بيكون في ثالث يوم من القمة.